كسول شوي. اوكي بابا ابشر ابشر ابشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيه؟ واحد راسي مصدع تبقى. والله نقفز والله العظيم اني اطبقك بدل الزمزميه. لا تتحدى. اتحداك. بسم الله الرحمن الرحيم. كانها ما غادت تقطع. طيب نزل. ماني على حسن. نزل الزمزميه. ما لم نزلها. نزل الزمزميه. لا اقفز يا وليد. نزل الزمزميه. لا امسك الزمزميه وش الفراج. انت شل الطاوله. طيب شل الطاوله. اقفز ما صفقتك عادك ما بعد وصلتني. اصبر اصبر. لا تذكر الله. لا تحدانا. ما انت حدانا. لا الله يلعن ابليسك. سلم وجهك. اشهد وجهك سلم. والله اني بغيت ايش استفدت الحين؟ راح صداع. بالله انتم الان ايش استفدتوا؟ انت صداعك زاد وانت سنك بغير روح. ايش استفدتوا؟ وش سنه؟ والله بغي لون وجه هذا. مشهد فاشل جدا يا شباب. نروح لحية. ليش كذا؟ كم اقول اقول ابو حسن يوم قال شل هذا يحسب انه بينط تحت هنا. لا تحداني. لا تحداني. شفتهم وجهه قلت ضرب فيها. انتم قدوه يا شباب. والله ربي يسلمك. انت مجنون انت. اي نقصت نقصت وسوى لف لفيت معه وطحت على ذي بلحي. والله اي والله دق فيه. انت قلت شل هذه قلت بينا طب جنب لحيك ما انكسر. شوف سنك. لحي الزهراني ما ينكسر. كفو. لا ينكسر يا رجال. روح جرت سنك على عطاء. شوف شوف الزهراني ما ينكسر كسرت رجله ويده. كل شيء جرت سنون على الطاوله بس ربي يسلمك. الله ربي يسلمه. انا يوم قال قال شل الطاوله قلت بين اطبره. يا شباب والله ما يصلح. يا شباب احنا تابعنا اطفال عبيط. يا شباب احنا تابعنا ناس مراهقين. يا شباب التصرفات هذه يمكن تسبب في الخطوره لاحد من الشباب الطايشين. انت قدوه. بيرتب اخوي تكلم. بحس انك قدوه. بيرتب هو تكلم. انت جيب الطاوله. خلاص خلاص علمهم كيف يسوون الشخصية. الله يبارك فيك. صح ورا الأطفال كيف يسوون الشخصية. شخصني شخصني. صح النوم أبو فيصل. لا 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 هنا أنا